بشتغل على الممثل نفسه، لاني مؤمن جدا ان الممثل ده اهم اليمنت عند المخرج. لو انا بتشقلب وبطير بالكاميرا وبعمل شطات صعبه ومش عارف ايه وبعمل كل عناصر الابهار، والراجل اللي بيكلمك ده بلح خلاص، طيب ما فيش حاجه هتحصل. انما دايما الممثل من من اهم اولوياتي، من اهم اهتماماتي. فالحمد لله بحاول اتوفق، يعني ربنا بيوفقني ان انا لما بجيب حد سواء انت بتحبه قبل كده او ممكن ما كنتش كنت بتحبه قوي مثلا، بشتغل معاه عشان نطلع حاجه جديده. ربنا بيسهلها يعني، ربنا بيمشيها كده انك تطلع في الاخر مبسوط ان فلان. بس عايز اقول لك على حاجه برضو في الموضوع ده، انا عندي حاجه غريبه شويه في برضو بالنسبه للتقييم. يعني مثلا كل عمل اعمله الناس تخرج تقول الله ده نبيل حلفاوي في المسلسل ده عظيم، بس ايوه طب مش كان في حد مع نبيل؟ يعني كان في مخرج ورا نبيل حلفاوي ده مثلا خلاه مره؟ لا مش ضروري. مثلا في الدعايه جيب هاني سلامه واحمد فهمي مثلا، احمد كان عامل مثلا خليج نعمه وعامل افلام ليها طبيعه كده وطريقه تمثيل وبتاع، في الدعايه ده مثلا عامل دور تاني خالص وكان اول بسم الله الرحمن الرحيم كويس، الناس كلها في التقييم الله احمد فهمي جامد جدا. مش مهم فين بقى المخرج اللي ورا الموضوع؟ طب اللي كاتب ولا حاجه، هو احمد الفهمي المره دي جامد جدا.